وفدي كسو على مركز كوحدان أرجح السادة يو وفدي كسو على الدولة دا وعشيرك ونحمر دونا لابد دينا عنا محاقرش كبحنا دولة دا قطر نوروي إماراك انتن ويكاقيب جلي دونا شركة كل عبام وحلوغة ليقايا للي هاي Global Diaspora Forum هوتيل 5 ستار اخ اوكي على الدور دونا كالي دونا مارك عرنت عن اللي وحا حيسها ويلا وحيتا ان ابناء الشباب وكاكوا من لبك كوح اسكو جيران كوح كي معنا سومالي كوح حدل كدبت دي سجوك وعيد نفتكوه وبا انت جوك يكوبا مقوعي مارك شباب كودها اي كسفرايا ايا لسيال يلي باسبور سومالي مارك الحسود كله كيلدون ميا هاد كل الجهات كم جيران دي قدرت كي عبايا مركا عرين تاوا عرين أباها إن آل لوغوشي لي راعد معني مثلا انت ديبا ما انت رقا ستا باسبور لسيي لابك اغضاد ايوك ديبا دو جوغي كو انت جوغا با اي دو حفا دي سنة يعان عمنا دولة دي كسعودو Global Diaspora Forum لو في دي سنة يسو وصلو دا دل سينا يو إن نوروي إماريكن كان جوغ جوغي كأهانا يعان عدين تا مفان مركو هو شوا واه هول هالستي دالي لكن هو شاس واسع تا واسع تا كل دول سومالي وحمينا نشاعرين لمن كاس مسدو كالي لكن دوحة عدين تا كاقر وضين عم عدر حنا عب شكور واك كحل دراد وضا حضا لدا قطر يو دولت وضا حضا لدا سومالي يو دولت سومالي على شباب قطر كل شعب سومالي إنه كبر ركسيه إن كلاموه لكن سياسيين تقول سومالي كل حجرو ذينو وحش من خطر دنتي عنا كنا قال لي ده محيط هاي ما دام هذا الدولة ده أي هو قصب السنة وده هذا اللقب شو على شباب أي وضع حكومة تجلين الشر أيه يكسو قيد جلا يعني ودي بدي جوجا يفضل كجوجا بقى لعكتنا أي بحنا سومالي كي نور يجوب جوجا يهين ماشوا مطالبان بالربعين لقد يقول سومالي محن نقصوا على محن نقصوا عنا مرنا ما قطر عن لبنيال قلنا هاي مرنا ما إمارات كا لبنيال قلنا هاي دولة ده هانشي نوعية ده أنا جانا لجوغا واسكشتوين يعني هبل الأمريكي يا هبل الحاسة حاسة كبو ذا بوحا وعلى كسا نين كوح نموطة ولقو أي وشباب نحدي سكادة قالما يا سيريانا ومريكانا يا ميد كينيانا ميد إنجريسا ميد سيشلس كيمد فزول أحمد كي قرحيي بحالي راه ذا مركا أرور أرقق حيسو اسكوتقي وايا شباب سيدوكال القاعدة أيو أنا مركا وحانس لا يا هاي أنا قبا the political use of أرقق حيسو وكدرك سنة أنا أرقق حيسو أرقق حيساها تو disruptive ha ahaato dadkaas aad aragtay oo left and right no miska aadamiga ama akhlaaqiga ama diiniga ama sharciiga ama legalka ah aan kala jecleyn oo ah nooca adduunka hadda jiray ma aragtay waxaan ka aqoonsanahay oo dominion iyo title ah ma jiro dadka noocaas defiant ka oo ah aad arkaysid political use bay leeyihiin political use kale yihiin waxa weeye wadan walba oo ay ka dagaalamaan wadankaasi wuxuu vulnerable u noqdaa foreign help markii dhexdaada ISIS ka dirirto ama al-qaacida oo si random ah ay marna dadka layso marna dawladda layso marna caruurta layso marna waayeelka layso marna wax garad ka layso marna jaahil ka layso marna reer magaalka ka layso marna reer miyiga layso marna reer wqooyiga layso marna reer galbeed ka layso dad random ah oo unpredictable ah oo meeshii ka jiraan aan la aqoon oo dhinacaad uga leexatay aadan aqoon oo waxa aad samaysid saad u kala leexataan aadan aqoon weeye oo sida qiiqii oo kala ma aragtay it engulfs waa ku kor marmaraysa what have you madaxweynaha Jabuuti oo go'aan qaatay cad qaatay وان او هي حق سمال لان اسكو دعيد آد وين او كنفليد مصبيحي كو سابسان ايا دي حق انك اللي جيتاليا جوغة ان عدلة تشانينين مركا وحاوي واموسو ما نورا كراون ما ملكين لنا مجرو بحسبية مجران معارض مجرو وحاو مجران عدلة تشانية مجرو علماء يا عامتونا مركا وان نكاسو نسو قنا تورتكو ستا كرسي جيسا
سيدة أحمد مدوبي أن تاس إن إسكهوري مادن أو واحد دون تبع هالنقطة إسكهوري مادن وين أركنا يد سقط شيري آدو شيري حالة دي ماشية لي أو كرايسس كلي ماشان كلوري تشبوتي سبب تشبوتي سوق لنا سمر كهوري وحوين حريد بيلي دولة دون عيسن مرك لبعضنا ده كان ديجان كديجان ماشان بعش إم أو يو اللي هو بحيه وضد كسوت شيدر على شاهان نكن مرحوينا عدد كيسايات ديجان واللي بتشيل كيسايات ديجان ما بعصب على راح ده ديجان كاسنو وديجان كلو وديجان كيسا يا حالست كلا قصة أبسن إثيوبيا هذا هالك صافر يستوي معنى هذا تشبوتي هي الصومالية لا بد ما حالست بوتي واللي بتشبوتي أي ده عاصمة دي دوتشة بقول يا فرتن جيبي جدوا ماش وبقول يا فرتن هذا الحق برضه مرتنا وحوية وعشان يتضبط كيلومتر هذا الحق حيات غير كوريتنا وبقول عشان يا فرتن ما في ليه هنا يتحي مركب هرت تاسي تشبوتي وحسوق قلنا سأرني كاسة سوق قليه وسوق في ليه أرني كلا بعد وحوية الصومالية ده أكسس لما لها هلكن وقوي منا إما كرتون إذا ما تكينان وأود لنا مهيام وأريمان كل سببين يا أنا وأرك يا أنا وأفكر ديدا، لكن تبوتي ده وجد كأي صارت ما شاء الله سواء زي تبوتي تاسيس سوتشرابا، مركا ضد كنا تبوتي بكحريهن ده قبيل أهان يوم حياته ده كان أهان بواحد كي، أريمان نوع عصي دولة دنا أريمان تأود كارين إنه يو أباب الهكا كنيستان أيا وأرك إنه تبوتي وريتين، يدو أي كل تهي دولة نمد هذا إذا الدولة كلا دي ودي بكارين هذانا. ماشي وصومالي صومالي واحد واحد وولال وينادر وكان حولها سنة ويسكتشران يدي أفكي صومالي قلبو ده هدلي ديغان كينا كان نحيو قبيلهان أو كان نحيو تحدهان أو كان نحيو أرهماها اسمار كاسكو صوو ده قوبتو واحد أركيسا إيو أرهنتا أو موسي أو خسي سيكبوتي هاليستيدو خسي سيكبوتي مركا إنتا اسمار كاسكو صوو قوبتو واحد أركيسا إن كبوتي أي تهي بيس كوادي وكدولي كرو أما حرير كواد أو أرني كانوا حيل صارك روا أوكتين جودي دي تكتي تكتي حمر وحل جوسو يري ما أنتي هرب الشيء وحول أرنتينا وحن أوري كنا يا هالكاس because سجى access ولا أرني ما هاس يدعان كلا تاسنا وقذب وحن كذا بحياة كلية أرنتن ما أنت تاعني محي حالسه نقول كيني كرتا هذا قذب كاير مير نقول نقوله أرنتني وحن بعد بيت كلي نقول كيني كرتا مرة دي مدحوينها هي هراء وقوضة هلين هي الدولدو وصير كان همها دبدا تركي ونا أرنكا قعانتكو هايو إننا وفتي إننا قتشوكتو وحاي قادم وفتي قاسوا قعان هراء لو قوضة هلين وين أركنا ودي تالس إيو أرماها سوا بلايا وحلا قوضة هلين هده هشيس نغطو وقلانشيها إيه استفقرتك أيوم بحالك كسوا بحيا لكن وحي كلا لبدا مدحوينها إسو إيمان دونا ومركي أرنكا نسوار دماغ دو وسير هدو هدي أرنكا لغو هشيو إنو قرانا إلا بدا استيد سوي منايان إن هالكارديل كي هشيسكي لغو كاليسكو ويدار سانيو إنو قرانا إنا دولة لبدي منا أي كان نقو كران سفارة دي هشيسكي لسوع اليو لغو دحضلو لكن إنتي هالكا تاغن تهي علاد تاغن تهي فيلم ما يو إني هراو سيس عم كرتو أرنتاني بس هادي ما أنت ليس لعف كرتو محي إنان وح عيدان يشرين صلق عيدان إنان يشرين نيوي ومهيمة دينا كوان إنغو مهمة وحينوها إن محاية إثيوبيا كان نقطو إمو يوغي سيلع كان نقطو اللو خيا ديغان كان أي دوني سيشيغان إسانا لغا فوغيو وكالبا هلغيو كونفور وين أغنهي ما يشيغان مركاليوان مليلك شاكتاي دولاد دي سين تو شريي إيدا ما دي سيو حيسي بملاو حيسان هستوريغا أيوو حوري الصومالي سين كو قبسان كررا وإنغو مغدشا قبسانا إيا كونفور قبسانا سيلع iyo waxana inoo ku warwareegna inoo ma wanaagsanay ee xagga dambe ka gani waadna xagga dambe soo fariisana gabigoodaba way wadanka su gurmanayo labadii dagaal ee hore aynu galay iyo dagaalkii maxay tahayaan axmed guray iyo labadii ka dambeeyay ayuu wuxuu arkay wax isu soconayo isku wala midaho markii is wala raaciye markii Ethiopia arrinku noqdo ayuu go'aan ku gaaray way ka tishadeen waxa jira Muqdisho iyo Koonfuran qabanno waa ogeydan ciidankii uu saaray wax joojiye waa la waayay beledweyne walada xawaadlaha aya suuq ay shidow joojin kari waayeen waa socdeen waxa taga jawhar jawhar bay xooli dadkii ka qalqashaan oo cuntooyinkii ka qaateen ciidan aad fara badan buu aha waa ka baxeen dad badan waa ku laayeen jidka iyo balcado ku jawhar baa ku laayeen sheekh xasan barsame aya ilaahay ninu barakeeyay buu aha nin iska awleeyay san buu aha yaani sheekh xasan barsame dhalinyaradii
إلا أفقوية إلا بالعادية ميل والبكاء بابلو يمضشو والسكوت تغي علي يالي يدول كانو دم بالغة قري دباتنا إنا مدي دروي وحيلة أي بيلة هاي أي دي بيو قلين أي دي بيكو تشوتشينا حارة دي ويابتي ليب يقاس هبين كي بيكو قدينا حارة دونا هبين كي بيكو دي چرين هبين كي بيكو سو قري چرين دول كي اي ديگين وبالعاد ميل بدن كان ديگين مركا إلهي حنو بو كان عذر با من الله اللوغة كاري ومقشين عوض داعون يأبوحو هالا قرن ما يفرق أياكو دعين نمانكي وارفلق مدين وحنوغا سعدا كوفر وي اوغيهين إنانا قبسان كرينو مقدشي كود دايان وحيكا راعي وي اوغيهين بو كون إيا سمتين كيلو مترنو وي ماش عود حيسا سومالي ديگن تاي وكون إيا I don't know كون إيا how many بغلبا أد سواي يود حي إلا إنت سومالي ديگن تي كون إيا سمتين كيلو متر وي وي اوغيهين مركا كوفر إنانا ميالي قبسان كران أمو هو أمو كران عنا هين لكن هل كان لحنا نيشان كيلومتر بيوتشلان لو هيا هدا كان قاعدو حكا ماشي لقيو قد بيا لحنا نيه تطبق كيلومتر لحنا نيشان كيلومتر بفريا ويوغي هين مركا ماشي عايش شيك تانا وسيلة مركا وحلا يا هدين لبدا عينو كيها الله لبدا هدين فقيا حس الشيك كيها الله وي نوصر نميان مو سنة خدك او كبحو عركات بوتيرا نمادو وهل كان هوشا اي سيف ينو نقطو اوضل يلو هينا سيف ينو نقطو وحي نوحر وموسونا لو ميشا لغا سارو لغا سارو anyone cid kasta oo ka saareysa anagu reer baan u nahay ninka cid ka soo gaaraysa dadkan hargeysa iyo burco ku nool iyo berbera dadka way u dhamaatay dadka wax ka soo gaaro oo ka badbaadiyay u baahantay haday xitaa noqoto hargeysa iyo burco maxay Ethiopia waxaanu sameysay illegal ka ah cad ee adduunka yaabay yahay in dhalaanta waxay u sameysay waxay sidaadeen ay gaareen idinka kala haya oo reer kala qabate oo reeri kala kaxayse laakiin ragooda expert ka sida professor Hassan Nikaleerada oo kale uu qoray waa nin aad u cilmi badan oo aqli badan historyga Soomaaliya isagoo qorayba uu igeeyay Nikaleerada dhoodan la yarxamay oo jigjiga jooga oo dhaqanka Soomaalida qoraya haween uu sheegay waa ninka ugu expertsan weeye professor kaasi Soomaali hadii Ethiopia taabato wa meel kamida inay inoo midoobayaan oo takaliya midaynaysa boo qoray ay tan tahay marka waxaan uga digayaa Ethiopia inaanay maanta inoo midaynin waxaan u arkaa inay dawladii tahay tan iyo hadii ay wax ka soo bixi waayaan dawladda kaliya maanta inay midayn kartaa inay tan tahay oo Ilaahay weyno soo diray sidii Axmed Guray la ino soo diray sidii ugaaskii Samaroon markii uu maxay tahay ku soo duulay Seyra laysaga yimay awrta iyo raqoobta hawd laga soo kaxaystay ee laysugu yimay waranada lagu dagaalamay iyo bahalka idinku ma la taariikh ama haysan ciidankii ugu badnaa buu Milik 2 weyno soo dul dhigay Seyra waxay soo gaareen dhowr 20 km wixii ku dhacay waad ogtahay meesha gabiilay leeyahay ee furdhadkooda buur leeyahdo waxa leeyahda waxa la dabshida miyaa leeyahda mise baalshida ayaa meedkood iyo raqdooda inamay roo geeljiri soo gaarsiin marka aran waxaan arkaa faa'iido maanta MOU gaasi inuu wax badan aaniga na tusay wax badan oo solve gareen kara ayaan arkaa salaam aleekum anuu waxaan aaminsanahay dawladdu waxa uu qarsoon shirkan marka uu Kenya ay bilaabaysay inay hunguriyeyso badacas waad ogeydeen waxay dirsatay dawladdu nin qarsoon ninkii saxda ahaa intii u diiday waxay dirsatay secret info ay dirsatay secret info ee ay maalinka dirsatay ba ilaa hadda wuxuu ku dhex jiraa kiiski oo gudigi asaa ku jira meel walba ayagii baan fadhiya ilaa hadda dawladdu ma aysan dirin qof ka duwan gruubkeedii ayada ay gacanta ku haysay ama ayada wax la waday ama sida ay rabtay wax u waday qof ka duwan marna banaanka maysan keenay waayo shir hadii la soo tabanay adigu aan wada hadalay waxa la soo qaadayaa waa waxaan isku ogeyn maayo ummada kale hadii meesha tagaan waxa la isweydiinayaa wixii hore u yaalay meesha ay ahayd kan uu waxaan isanahay waxba u qarsoon waxa u qarsoon bay waxay diidan tahay inay bulshada Soomaaliyeed hor keento waxa u qarsoon maalinka ugu horreysay badda la qabanayay waa tii secret info dirtay Nairobi dad bay u diraysay ilaa haddeer waxa xaqiiqada ah oo jirta oo dawladdu hunguri ayuu dhacay leedahay sax waa lagu booday waa la oran karaa oo si uu horay si aan ahayn bulshada lagu soo bandhigay ama Ethiopia uu adeegsad ha le marka aad wax xadaysid waa xaqiiqad ka hadlayna ummad wax ka xadaysid waxaan arki jiray nimanka maarayta mukhalasiinta qofka markuu wax soo xado oo ama kambaniga ka xadayo iyagaa sii dhaca qofku ma oran karo waa lay dhaca sababtoo ah waxbuu dhacayo oo ogyahay xalaal ma ahayn marka weyn aan wax ogeyn tuug aan hadli karin weyn waxaan aaminsanahay marka dawladdu waa tuuga aan hadli karin waxbay ogyihiin waxbay itifaaqiya haysteen dan bay lahaayeen dantoodii dan aan ahayn baa meesha timid bulshadiina ma soo sheegi karaa taa waxaa kugu daliila inta la diray kambaniga sidaba kiiskan kuu dhashay Soomaaliya oo dhan dadka ku matalaya
إن يرمى كان سؤالي ومدحوينة أنت كوهر إرسان حدنا كوهر إرسان هذا وإن ير أو هذا حمان إيقا معها لكن مدير يرمى كان سؤالي مالا مشروع ميش سعودي بانا وقياسي أنا وقاي يوسف وحان قياسي ومشروع أنت دكت هوبية كوهر إرسان مشاريع اللي دكت دبوري جشت إنيتا حيكو تلقلين يتوبي إني لدول بالغسين يا شروع كوهر إني كبيرة هوبيو وكنت لك لا يقول العيا توبي لكن سيدا عينان شاشاري مرة بطوء ميل فوق لحنا كان كيلو متر تهود دل على كلي دولد وحالي غربي إني كاشو لاب 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 فرنان إني كاشر بدولد اللي حد وين هاشا سير انت حقيقة حالي من مرك طمع يو قرصونا يوحي لغا حالي يوحي لسميه با استيدان مركوها صوت إلا هذا بلشد الصومالي اللي وصوب اللي قلعي نوك التركي قاعة فورم بوليتيكال اناليسر كا ومانتا حالي ويريد كده هو بيا لو بدلي يا وشي ما نجح حتى يا وشي هو مي وحركي ان حرت حسن لنا ودتك تيك توك ماشي اس بي سي القطع فاوراق يسوق روحي ويري ني هو ان وحاس ان نمن بالعكسي ويري نكا توك يقول سياسي انه انت صقر هذا عقليه هاكم مره يا وي معنا مركه دولتو مرغول بوي كاقوناد إني توبي وحكا بدلتو حيل رفتي لكن إني كبدلتو حيل رفتي تكاد أيقو أي ربان أو توضع إن لو سمعي رفتي يتوبي ينس أغلي إني بسوك شامبرتي وليو ميلا بمحددو أيقو أي ربان بيوفر لكن يتوبي يتادي يفوشت أنا ومرك وحن أمس سنة هاي لما كان في لغة جوه وحبا أو قرصان وحي أو قرصان أنا بلشد أو مسوا بندقين إلا حدا هو صوت أي كيس كبدا أو ناشنال إيشيو ناشنال سكورتي ناشنال تريت waxay aaminsan yihiin wax sababta ay gacmaha Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed dagaalada Soomaaliyeed ay uga ilaalinayaan afartooda isugu koobayaan oo hadda qof qarsoodiya la dirayo oo wixii isku waxaan loo aaday waa intaas xaqiiq madaxweynuhu wuxuu sheegay in Ethiopia aysan rabin inay ka laabato go'aankeeda wuxuu noo sheegay in marka laga soo tago yiri dad yar yar oo aan macno ku fadhin mas-uuliyiinta waaweyn ee dalka Ethiopia marnaba ma muuqato yiri xataa sasaane uga laabanayaan hawshan EMU ga taas markaa waxay soo abjirtay rajo kasto aan 2 September uu aadi lahayn in wax kasta oo la dhihi lahaa waa soo bixi doonaan in between in meesha ka baxday because anaga madaxweynaheena waxa badan anagu aan ogeyn wuxuu u jeedaa sasaanka iyo dhaqamada mas-uuliyiinta ugu sareysa ee dalka Kenya ee wuxuu xiriir la leeyahay dalalkana dhexdhexaadinaya so waxa uu noo sheegay waa very important to me waxa isleeyahay wax walba aan kara ka dhacay maanta waxa noo soo samiri naga siiyay waxa laga filan karo even September madaxweynaheena marka haday sidaa taladu tahay dawladda Soomaaliya maxaa la gudboon waa marka awalna waa arkayni maanta bisha 7-aad aan noo dhalatay kowdii bisha January sanadkan bay ahayd markii talaabadan Ethiopia ay ku dhaqaaqday ee caalamkii oo dhan baa la hadlay mana aysan ka laabanin maalmahan oo dhan markii shirkan hadda la u dhacay dadka Soomaaliyeed waxay isla dhex marayeen in MOU uu fashilmay in MOU uu fashilmay in Ethiopia iyo Soomaaliya hadda wada hadal sax galayaan in Ethiopia arrintan raadi gelin ka bixinayso deetan hore looga socon doono ayay ahayd rajada laakiin madaxweynaha hadalkiisa markaan dhageysanay rajadaas daaqad ay ka baxday that means Ethiopia waxay raadinaysaa si loogu xalaaleeyo go'aanka ay qaadatay oo ahaa inay Soomaaliland MOU gaan la saxiixo dawladda Soomaaliya marka go'aankeedii bay ku adkaysanaysaa waana aragtay warqada oo soo qoray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ay soo qortay iyo warka madaxweynaha go'aankeedii ahaa in aysan arrintan wada hadalka gelinin ayay ku adkaysanaysaa anaga marka taas baan soo dhaweynayna haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay waana ku garab istaagsanaa weli waxaan ka mahadcelinayaa madaxweynaha inuu noo sheegay tuhunka iyo dadkan tashwiishka faraha badan ee la wado ee ah Ethiopia ka laabanaysa iyo hawshu waa la xalinayaa iyo Ethiopia inta lagala baxayaa iyo waxaas oo dhan inuu noo cadeeyay war nimankan nabad uma socdaan nimankan uma socdaan wada saxanna kuma socdaan kamana rabaan inay ka laabtaan taas buu madaxweynuhu caawa noo cadeeyay anaga kulli aanu saas baan ka dhex arkay hadalkiisa waan uga mahadcelinayaa go'aanka waxa uu taalaa umadda Soomaaliya arintaas sidii loo wajihi lahaa iyadoo dowladooda garab keenaya Soomaaliya sacadiyada dowladda kaliya waxaa laga rabaa inay sidaas wax walba transparent nooga dhigto noo sheegto annaga marka aan isqaaban qaadin waxa kale oo dowladda laga rabaa hadaaba u jeedo sasaanka maxaa qorshe ah
oo la imaanaysa sasaanka hadaa arkayso what's your next move you know een waxa laga rabaa markii inay isku qaban qaabiso dawladda sidii ay presence-geeda uu ku gaari lahaa meelaha uu guriga uu Ethiopia uga jiro ma ahan inay xamarjija ku mashquusho magta iyo qabuura waa inay aadaa meesha uu guriga Ethiopia uga jiro inay aado waa inay presence-geeda halkaas ay ku geyn lahayd ay ka shaqeyso waaye inay xoojiso waaye movement xoogan doqos hadda waxa mooda lacib saqiirana la ka dhiganoona waana dhaylsinaya magta hadday Ethiopia in la ankare inta la tagay Soomaaliya aqbashay inay dawladda Turkiga ay ka aqbashay mediation ka iyo dhexdhexaadinta ay waliba tanaasul anagu aragnay dadka aanu waxaan ku jira aan dhahay war anaga dadkan lama wax hadleena dhaanay aanu hadleena ayagoon ka laabanin arintan but whatever Somali majority waxay buujinaysaa inay bitishahay inay sirribin inay madax adeegto oo dadkii caalamkii dhexgalay ay ku gacansayso waa yahay waa waaba garanay diblomaasiyada Soomaa at the same time still waxa muuqda dadkan inay tooda u cadahay maxaa marka la gudboon Soomaali inay qaban qaabo bilowdo waay maanta al-shabaabka dagaalka aan kula jirno mid la mid ah u baahanahay markii inaan la galno qoladaas diyaar garowno dadkaas dhinacaas naga jiro ee Soomaalida ee awdal jooga ee sida ugu dhaqsiyaha badanaa dawladda Soomaaliya ay uga shaqeyso at least hadaysan aqoonsi buuxa siinayn hataa inay sida SSC oo kale ee interim administration ay u sameeyso Ismaaciil Umar Geel hadda wax galay maanta wax tartaahay si looga fogaado confrontation iyo isqabad oo kafool ah oo dhexmara Soomaaliland ee Muuse Biixi ka taliyo iyo dawladda Soomaaliya in baladiis dhinacaas laga soo jiireeyo halkaasna laga soo galo laga shaqeeyo at least labada kun oo ciidana in la geeyo meeshaas intii la tusiyo bal we are here you know anaga Soomaaliyaan nahay meel isku soo galgalaysiina ma aha meeshaan ma fahmaysa at least we la nooga dhimanay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin inay qasnad furaan ciidamada Soomaaliya oo dhaqaalaanta ka cabanaya maalin walba in qasnad aan u sameyno aan wasiir TikTok kulay ma aaminaynin laakiin aan raadinno wadiiqo kale oo aan ku support garayn karno arintan waa arin anaga dhan noo wada taala madaxweynahan waa ku maadsan inuu noo cadeeyay rajada inay aad u leedato Ethiopia inay ka laabanayso arintan wax rajo la dhaho ma jirto waay macnaheedu wuxuu madaxweynaha caawa ku hadlay aniga saasaan kala dhexbaxay marka nin boo xoogan tabataa waay marka aan diyaarino waa ku soo celiyay cunay waa ma